السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بافضل الصحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفتة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش دسمة، مش هتوجع بطنكم ان شاء الله. معايا هنا كمية العيش على حسب كمية الرز اللي انت هتعمليها، انا عاملاه محمص كده اهو في الفرن من غير زيت خالص، ومعانا كمية اللحمة برضو اللي انت تحبيها، والبهارات بقى كزبرة ناشفة وملح وفلفل اسود وبهارات الشوربة. معايا هنا بشر جوزة الطيب، خدت كده حوالي تلتها. معايا كم ورقة لوري وفصين مستكة اهو، حبة مستكة كده يعني مش كتير ولا حاجة، تلات فصوص صغنطتين اهو، وكم واحدة هيل مفتوح او حبهان زي ما بتقولوه، وكبابة صيني، كم حباية فلفل اسمر حصى كده، ومعايا واحدة خولينجان، ومعايا فص توم هقطعه بيديكها حلو قوي، بحطه بس في اللحمه بتاعه الفته. ومعايا بقى بصل اللي هنحطه في الشوربه، ومعايا طماطم هنا، عصير طماطم عشان الفته، ومعايا شويه دول علشان بحب احطهم في الشوربه بتاعه لحمه الفته. نروح مع بعض على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. هجيب بقى يا حبايبي حله كده فيها حته زبده مع شويه زيت، نجيب بس الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، مش كتير كده، اشوح بس من ايه اللحم، بسم الله الرحيم. هنزل بقى باللحمه بتاعتي كده بعد ما الزبده تسيح شويه، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده الزبده بتاعتي سيحت كده، افتح بس النار عشان تشوفوا الزبده بتاعتي سيحت كده، ابتدي انزل ايه بقى باللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم. كده هفضل بقى ايه انا اخليها بس تتحمر كده على الناحيتين، وبعد كده اضيف لها التوابل، وبعد كده هنزل عليها بميه سخنه. ما تنزليش في باللحمه لما بتشوحيها كده، ما تحطيش عليها ميه ساقعه، لان انت كده اصلا مش هتخلي طعم الشوربه حلو، غير ان كمان ان انت بتحطي ميه ساقعه عليها يعني هتبقى طعمها وحش جدا وهتشد معاكي في السوا. فلا، اي لحمه بتشوحيها تنزلي عليها بميه سخنه. ايه ما عايزه بقى تعملي الشوربه من الاول خالص، تحطي برده تحطي اللحمه وتحطي الميه وتحطي برضه تسيبيهم يغلوا مع بعض، مفيش مشكله. بس لو عملتي اللحمه او الفراخ او اي حاجه شوحتيها بالطريقه دي، لازم تنزلي بالميه تكون سخنه عليها. اجيب بس الماسك واجيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده بقى كده كده قبل ما اشيلها في الفريزر بكون متبلاها اساسا بملح وفلفل وبصلاية، تدي ريحه حلوه قوي، حتى وانا دلوقتي بشوحها كده الحته طالعه جميله جدا. طبعا ما مش هضيف لها بقى لا ليا ضاني ولا اي حاجه، عشان زي ما قلت لكم عايزه اعملها خفيفه، حتى العيش زي ما انتم شفتوا كده انا مش عاملاه بزيت ولا حاجه، بيبقى طعمه حلو قوي. بس يعني ايه، احنا بقى ايه يعني واحد بطنه وجعته من الحاجات دي، فايه قلنا نعملها بطريقه خفيفه كده وحلوه تعجبكم ان شاء الله. بصوا خلاص هي كده خرجت لنا، اختار الناحيه الثانيه لون كمان. لها بقى ايه البهارات بتاعتها، انت بقى البهارات كده كلها وهقطع بس فص التوم ده وارجع لك. بصي بقى يا حبيبتي، انت بتحطي فص التوم يعني شايفه كده الفص اهو، اهو كان سليم اهو، اقطعيه بالطول لما تعملي اي لحمه او اي حاجه تحطي فيها فص، زي مثلا الاجانب او كده بيحبوا برضه يحطوا في الشوربه بتاعتها فص توم، بيدي ريحه حلوه جدا. تقطعيه بالطول كده ليه بقى؟ لان انت كده هتطلعي ريحته بالشوربه، لكن لما هتقطعيه مش بالطول بتقطعيه بالعرض، انت كده مش هتاخدي اي ريحه منه خالص، تستفادي منه كانك ما حطيتيهوش. فزي ما انتم شايفين كده انا بس مقطعاه كده، مجرد ان انا هحطه هنا يدي بس ريحه للشوربه. انا بعمل الفص التوم ده في اللحمه بتاعت الفته فقط لا غير. هنزل بقى كميه البصل بتاعتي كده، ترجمة
بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. وما تحطيش اي بهارات غير تكون صحيحه في اللحم بتاعتك في الشوربه بالذات عشان تاخدي شوربه حلوه. خلاص انا بقى هنزل بالميه السخنه دلوقتي. يدوبك بس ايه تغطي اللحمه كده بس كده. هنزل بقى عليها بعصير الطماطم، انا بحب احط لها قوي عصير طماطم. انا في اي لحمه بحط البوكيجا وني بقى الجزر الكرفس الفلفل، بس في بتاعه الفته بالذات بكتفي بس بفص الثوم والبصل والبهارات اي توابل انت تحبيها وعصير الطماطم. هسيبها بقى ما تحطيش ملح. في ناس بتقول لك ما تحطيش الملح عشان اللحمه ما تستويش، لا ما تعمليش كده، حطي الملح وقت ما بتسوي اللحمه لسبب، لان انت اصلا لو ما حطيتيش لحم ملح هتيجي في الاخر صدقيني الشوربه مش هتبقى ريحتها حلوه خالص واللحمه نفسها مش هتبقى طعمه. هجيب بس معلقه صغيره واجيب الملح واجي. بسم الله. الملح بقى حسب ما انت تحبيه، يعني عايزاها بقى حسب كل واحد حسب ايه ما بيحب الاكل بتاعه عايزه ايه. بس خلاص كده انا مش حطيت ملح كتير ولا حاجه عشان بس ما تقوش 5 معالق، لا دي بصي معلقه صغنطوطه خالص بتاع يعني عباره عن نص معلقه من اللي هي بتاعه الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص بقى اسيبهم ايه بقى، ريحه تحفه 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 بجد يا بنات، جربوا لحمه الفته بالطريقه دي هتعجبكم جدا. هنغطيها بقى بسم الله الرحمن الرحيم وهنسيبها كده لحد ما تستوي وارجع لكم. وهنا بقى في حله تانية هنعمل مع بعض الرز. عندي كده حته سمنه كده بلدي او اي سمنه انت تحبيها، بس يعني انا بفضل الناس ان انتوا يعني تبعدوا عن السمنه اللي هي الصناعي دي عشان بجد مش صحيه خالص. خلاص كده تقدح شويه وهجيب بقى الرز. الرز بتاعي كده بعد ما غسلته خلاص وصفيته انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بغسل الرز عشان هو مش نضيف، لا بس بحاول انا على قدر الامكان بنزل منه كميه النشويات اللي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده انك بقى تشوحي كده في اللحظه دي، انا بحب ان انا احط الملح وانا بشوح الرز. بسم الله. ده واحد برضو الملح حسب ما تحبي، بس انا هقلل الملح عشان ما تنفش ان الفته فيها خل، عشان كده حطيت معلقه صغنطوطه خالص كده ومعاها نص معلقه من اللي هي الصغيره بقى. نقدر نشوح فيه كده حبه حلوين. التركية اللي بحبها وبتدي الفته طعم مميز جدا ان انا بحب ان انا اجيب فصين توم مفرومين واحطهم اشوحهم مع الجزء بتاع الفته. هجيب بس معلقه صغنطوطه خالص كده، يعني نص معلقه صغيره اهي، نص معلقه صغيره. بصوا بقى حبايبي اهو نص معلقه صغيره توم كده مفروم، بحب برضو احط في رز الفته بس بيدي للفته ريحه تحفه، والرز نفسه بيبقى كله ريحته جميله جدا. جربوها بس بالطريقه دي هتعجبكم قوي. احاول اقلب الفصين التوم اشوحه مع بسم الله الرحمن الرحيم مع الرز كده وخلاص شويه وهنزل بالميه واسيبه يستوي ايه لحد ما اللحمه بتاعتنا تستوي ونشرب العيش بالشوربه ونقدم الفته بتاعتنا. هجهز التومه بقى والصلصه في الاخر خالص بعد ما ايه اللحمه تستوي وهعملها معاكم برضه عشان تشوفوها كده وتشوفوا صينيه الفته وهي طالعه هتعجبكم جدا ان شاء الله. بصوا عايزه اقول لكم الريحه تحفه، الفص التومي مع الرز ده بيفرق جامد جدا في الفته. خلاص كده قلبته كويس في الرز، اجيب بقى الميه. بسم الله الرحمن الرحيم.
احسن ما الرز بتاعك ياخد ميه. هسيبه بقى كده يغلي غلوة، وبعد ما هيغلي هقوم موطيه النار عليه وارجع لكم. بصوا حبايبي بقى، هنا انا عندي طاستين، طاسه اهي فيها توم، دول حبه كتار كده عشان الخل، ودي طاسه فيها يعني يا دوبك كده معلقه من التوم. هقول لكم ليه انا عايزه اعمل صلصه هنا بالتوم بخل برضو، وعايزه اعمل اللي هي خل وتوم بس من غير الصلصه، هتفرق جامد في تقديم ال. انا ده كله مش مشغله البوتاجاز، شفتوا رايكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتشوف بس معايا اشوح التومه دي كده، واشوح دي وننزل بقى عليها بالخل، ودي برضو هحط لها خل. بس انا بحب ان انا لما اجي ابص الصينيه بتاعه الفته ان انا احط الخل والثوم الاول، الخل مع الثوم اللي هو ده، وبعد كده بنزل كده بخطوط بس كده باللي هي التسبيكه، بحطها في طبق لوحده اللي عايز ياخد، لان في انا احنا اصلا عندنا ما بنحبش اللي هي بالصلصه قوي، فقلت ارضي الاطراف بقى كلها، اعمل شويه صلصه كده في طبق اللي حابب يحط، وهحط برضو على الفته من فوق شويه كده. عايزه تحطي الصلصه كلها على الفته بتاعتك براحتك اللي يريحك، كل واحد وحسب طريقته. خلاص كده التومه هنا اتحمرت معايا، هاجي بقى انزل الاول بشويه خل كده بس كده، وهنزل بقى بالطماطم اللي عندي، وحط عليها معلقه سكر اللي فوق ده، معلقه سكر صغيره عشان الحموضه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده سيبها بقى ايه تتسبك كويس مع التومه كده، وخلاص هيدوبك بقى ايه هتاكلها. بصوا حبايبي هحط لها بقى التوابل بتاعتها، مش هكتر الملح عشان الخل. انا بحب احط معاها كزبره ناشفه، بتدي طعم حلو جدا للصلصه. بس كده خلاص، واقلبها بقى وسيبها تتسبك. وارجع لكم. بصوا بقى حبايبي، انا هنا كده حطيت العيش اهو، حطيت عليه الشوربه، ماشي. هنسيبه بقى ايه كده شويه، واجهز بقى الطاجن اللي هحط فيه الفته. هروح بس احط شمع عشان يفضل سخن، هجيب شمعتين هنا اهو عشان هو على السفر، عشان ساعه الفطار يفضل الاكل ايه سخن معايا. وارجع لكم ونعمل نبص الطاجن مع بعض. بصوا هنا اصلا اللحم كده لما استوت بقى الشوربه اصلا شكلها عامل ازاي، انا خدت منها طبعا العيش بس الشوربه. الشوربه حتى لو عملتيها بالطريقه دي في الطبيخ تحفه جدا، لونها جميل حلو قوي. خلاص بقى كده التومه اهي بتتعمل، هحط عليها الخل ان شاء الله، وخلاص الصلصه اهي تكتك مع بعضها. هاجي بقى هنا احط الشمع كده عشان ايه بشغل قبل الاكل كده عشان يفضل ايه سخن. ثانيه واحده بس عشان الطبق تقيل، انا بصور بايدي واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل بقى بالعيش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه جدا، هقول لكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. بفضل كده طبقة العيش كده، جربوها بالطريقة دي هتعجبكوا اوي يا بنات. عايزة بقى طعم العيش كمان، هقولكوا هنعمل ايه دلوقتي. هاجي بقى هنا كده انزل بالخل كده. بسم الله
هي خدت يا دوبك كوباية خالي. سيبها بقى فيها شوية، كل اللي انا هعمله بس هاخد معلقة منها على العيش، نحطها على العيش. بصوا بقى حبايبي، خدت كده معلقة كده اقلب كده العيش فيها، بتدي طعم حلو قوي للعيش، والفته بيبقى كلها شرب من بعض. اجيب بقى طبقه رز، بس الكبابيه الصيني دي عشان بس ما نجيش بقى حد. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده اجيب الرز بقى. بص بقى حبايبي، هاجي هنا كده وابتدي ايه اسقي الفته بتاعتي. انا بشوف ناس بتفضل تعمل في الفته كده تكبسها بالمعلقه، لا ترز كده وسيبيها عشوائي كده عادي على الفته، تلاقيه بتشرب الصوص اكتر. بصوا بقى ايه رايكم. هجيب بقى اللحمه بتاعتي كده، بصوا حطيت بقى في السوسيره كده الصوص اللي هو الصلصه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيكم بقى في الجمال ده؟ بصوا بقى اجيب بقى اخر شوية حبة صوص كده من اللي احنا عاملينه ده، واحطه على اللحمة كده، بحيث ان اللي عايز بقى يحط على الرز براحته. يا رب تكوني حبايبي بقلبي الطريقة دي عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولي رأيكم في الكومنتات. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني. بصوا اعملوا كل حاجه بقى، بس اهم حاجه ما تنسوش باللايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وناس كتير بتشوفه. ماشي يا حبايبي، يا رب الطريقه تكون عجبتكم. بتغطيها بقى وتيجي بقى ساعه الاكل بقى عايزه تسخنيها، بتشغلي الشمعتين دول. لو عندكيش الطاجن ده عادي حطيها في صينيه، حطيها في اي حاجه بتحبي تعملي فيها الفته. بصوا كده الجمال، ايه رايكم؟ استاهل لايك بقى، ما تنسونيش باللايك واللي عجبتها الوصفه تقول لي في الكومنتات. لو عايزين اعمل لكم اي حاجه تانية اكتبوا لي في الكومنتات وانا اعملها لكم. وادي الصوص بقى كده، بصوا شكله وجماله. يلا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الأيام عليكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم في فيديو جديد.